والسلام من على أرضية هذا الميدان. نرحب بحضراتكم بأجمل وأطيب التحايا والترحيب. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الكرام، هكذا وعلى بركة الله تعالى أعلنت بداية وانطلاقة ثالث أشواطنا في هذا المساء في هذا المهرجان الغالي. شكراً شكراً لسيدي ولي العهد الأمين على دعمهم لرياضة الهجن العربية الأصيلة في ميدان الطايف عروس المصايف. نسير مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء مع رحلة مصاحبة، ألا وهي 2 كيلومترات، هي الحكاية والرواية الحاضرة المتواجدة بين أركان وأقطاب هذا الميدان. نتابع وتتابعون أول العناوين، أول المندفعات. الشايبة يحيى بن جابر بوساق اليامي أبناء نجران يقدمون لنا الشايبة المتصدرة في هذه اللحظات وفي هذا المشهد المسائي المهيب والخطير والمثير. ثانيا مترك بن حميان بن مترك الدوسري مع العزوم والقدوم مع مدفعات سالم بن مبارك بن محمد المري مع وسام بن وحير. يفرق الصفوف بالزحف التام إلى البداية إلى الصدارة مع اندفاعات وسام. وسام من تبحث عن السلام عن النماس عن المجد التليد، ولكن أوصلوا لا تامن الغارة، أوصلوا أهل الطلايب، أوصلوا أهل الفعايل أول الواصلين. وصل سالم بن محمد الحنزاب، سيوف بن طحنون يتسلل ياهي من زحمة ياهي من معركة، ولكن وسام والعزوم وسام. أبناء الوادي أبناء السيح ولكن الدوسري خطير مهيب مثير بن حميان مترك عادت وسام الله يو مرحبا بهذا الوصول. درب للبطلة، درب. وصل مساعد بن عمر الخالدي، سيوف من فرقت الصفوف. هكذا هو النوماز، وإلا فلا يا مالك سيوف من فاجأتنا عند الأمتار الأخيرة، وكان مالك سيوف مساعد بن عمر بن عبد العزيز الخالدي. سلام تحية والف احترام يا مالك سيوف من فاجأت الجميع وارضت المحبين والعشاق. تانينا والنوماس بينهم المركز الثاني، فكان شعار مترك بن حميان الدوسري مع العزوم. ثالثا فكان شعار سالم بن مبارك آل فهيد المري. بينهم المركز الرابع سعيد بن سالم اليامي. خامسا فكان الوصول من سالم بن محمد الحنزاب المري. مشاهدين الكرام ومتابعينا الأعزاء، نشاهد وإياكم في هذه اللحظات لحظة وصول سيوف من حلقت عند الأمتار الأخيرة وتهدي النوماس إلى أبناء القصيم. سلام تحية والف احترام لمالك سيوف مساعد بن عمر بن عبد العزيز الخالدي من فاجأنا مع هذه البطلة في هذا المساء الكبير. مشاهدينا الكرام.